السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، خصه بالذكر والقرآن المبين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. وبعد، بنقول للناس اللي بين بعضها مشاكل في بيوتها، بين الزوج والزوجة أو الزوج وزوجته، المشاكل الكتيرة دي عايزين بقى نهدي المشاكل دي، عايزين المشاكل دي تبعد عننا، عايزين بيوت خالية من المشاكل، عايزين علاقة بين الزوج والزوجة والزوجة والزوج جميلة، علاقة طيبة، علاقة المودة والمحبة. فإن الله قال ذلك: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تعالوا النهاردة نعرف حق الزوج على زوجته. ليه؟ عشان نبطل مشاكل، عشان نبطل خناقة، عشان نبطل مجادلات بين الزوج والزوجة، والصبح مشاكل وكلام، وبالليل كلام ومشاكل. تعالوا بينا نعرف حق الزوج على زوجته، عشان من النهاردة نجد في بيوتنا أزواجا طائعات أو زوجات طائعات طيبات محسنات، وتستمر الحياة في ثوب طيب وفي معنى طيب. الحياة الزوجية لابد أن تستمر، بس تستمر مش بالزق ولا بالخناق ولا بكده، وإنما تستمر بالمودة والسكن كما أراد الله عز وجل. حق الزوج على زوجتي حقوقه كثيرة جدا جدا جدا. تخيلي معايا أيتها الأخت الفاضلة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وقدم عليه معاذ، ففي البلاد اللي كان عايش فيها سيدنا معاذ وجد البطارقة والأساقفة من النصارى يسجدون لكبيرهم. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه سجد له، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: والله يا رسول الله، قدمت الشام فرأيت الأساقفة والبطارقة يسجدون لكبيرهم، وأنت أولى بذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لعظم حقه عليها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويقسم: والذي نفس محمد بيده، صلى الله عليه وسلم، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. فهنيئا لهذه المرأة التي تقوم بحق زوجها عليها وتؤديه على أكمل وجه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا عن حقوق الزوج، فقال: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه، فوالذي بعثك بالحق، فوالذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة يقول: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شاءت. فهنيئا لهذه المرأة التي تطيع زوجها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله صل عليه، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: لا تصوم إلا بإذنه إلا الفريضة. يعني صيام التطوع هذا لابد أن تستأذن المرأة زوجها في صيام التطوع، إن أذن لها صامت، وإن أبى عليها طاوعته وكانت في طاعته لا تخالفه. فحق الزوج على زوجته حق عظيم كبير جدا جدا جدا. ينبغي على النساء في البيوت أن تراعي حقوق
أزواجهن عليهن حتى تستمر الحياة في مودة وسكينة وهدوء. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل على بيوتنا وعلى علاقاتنا السكينة والمحبة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.